السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم أخواني في جزء جديد من أنا بلاك. اليوم راح نلعب منطقة، نحاول نخلص منطقة كاملة إن شاء الله. المناطق اللي عليها إكس كلها مخلصينها، فنبدي نروح الكانون. كانون هروح الكانون كان ريكوايرد، يقول بيها 5 مراحل، هي بوس باتلين. لازم اشتري هالسلاح، يقول شو الأسلحة ترى. المهم راح اشتري السلاح في المنطقة. كان لوكت ولا بلاي؟ Is going to use several members for him. Grab gun and get in. Okay. واحد يقول شلون نجمع فلوس. تجميع الفلوس شباب حالة الألعاب الثانية، تروح على المراحل القديمة تلعبها وتجمع الفلوس عندك. كونتينيو. ثم قلت لك تروح المراحل القديمة تلعبها وتجمع فلوس. بلاي.
Continue. باقي ثلاث مراحل. Continue. Upgrade. Play. آخر مرحلتين. آخر مرحلة. Okay. بعدكم البوس هذا، خلصنا المراحل بس فوق البوس.
هذا البوس يقول تعالوا جاي لك لا تخاف. هذا كتله هو تلبوس راح شرد. Zone 2 unlocked. فتح لي منطقتين لندن سميهم continue. راح احملهم. download. احبتي يكفينا هذا القدر وياكم اليوم. فتحنا منطقة كاملة لعبناها منطقة كانون وخلصنا 5 مراحلها والبوس المرحلة السادسة. ألقاكم في منطقة جديدة. هذا أخوكم ماجد من قناة ماجد. في أمان الله.